السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هاد النهار غادي نهضر لكم على واحد التكنيك جديده اللي هي ديال هولد اند ايرن في المنصه ديال gate.io. خليكم معايا. هاد الخاصيه ديال هولد اند ايرن اللي هي بمثابه ستيكين في المنصه ديال gate.io، غادي نهضر لكم هاد النهار على الهولد اند ايرن ديال ديب اللي عاد حطوها هنايا في المنصه ديال تويتر ديال gate.io اللي غادي تكون 28 فيفري. المده ديالها غادي تكون 14 يوم، والهاندلين فيز يعني بويسك انك نتايا راك واخد داك العمله هذيك ما غاديش تكون كتخلص عليها واحد الفيز، يعني كل نهار كتخلص عليها ضريبه بانك راك مهولديها، لا. والانيوال انترست ريت هو 100%. الوغ حنايا كيفاش يمكننا ندخلوا حتى حنايا باش نستافدوا من هاد 100% في هاد 14 يوم؟ اول حاجه بغيتي تقرا لي ديتاي على العمله وعلى كيفاش تشري. هنا كيعطيوك توكن اللي هي ديب، الهاندلين في زيرو، والانيوال انترست ريت اللي هي 100%. وفوقاش غادي تبدا في 28 فيفري مع 8 ديال الصباح، يعني من بعد داك 14 يوم غادي يمكن لك انك تستافد من الانيوال انترست ريت اللي نتايا غادي تستافد منه. وهنايا عطيناك واحد النبذه صغيره على هاد العمله هادي، واللي هي واحد العمله ديال الانترتينمنت، يعني ديال الترفيه. يمكن لكم تزيدوا تقلبوا عليها وتدخلوا التويتر ديالهم، تلقاو المعلومات ديالهم وتلقاو السيت ويب، وهكا تشوفوا الرود ماب ديالهم ولي ديتاي ديالهم. هنايا دايرين واحد الامبورتنت نوتيس اللي هي الانفو، غادي تشري نتايا العمله ديال ديب وغادي تدخل في هاد الهولد اند ايرن، ما يمكنلكش انك توقف او لا تسحب، ما يمكنلكش انك تسحب الفلوس ديالك او لا دير فيها التداول، لانها غادي تكون لوكت كما كيقول، تكون لوكت المده ديال 14 يوم. من بعد 14 يوم عاد ديك الساعات كيمكنلك انك تبيعها ولا تخليها، ولا المهم حتى هي كتشوف ديك الساعات على حساب لي بيزوان ديالك وعلى حساب لي بلان ديالك. سينو كيكون هما هنايا هادرين لك على كيمكن يكون واحد الخساره الا هبط السوق، كيمكن العمله حتى هي الثمن ديالها يهبط كما يمكن له انه يطلع. وبعض المرات هذاك داك الريوردز اللي كتاخذ يمكن له يكوفري لك الفيز ديال لي ترانزاكسيون كما ما يمكنلوش يكوفري لك الفيز. دونك هنايا قال لك خاصك تفهم الريسك اللي غادي تدخل له، ماشي جوست غير اجي ودخل الحاجات بحال هادو، يعني الهولد اند ايرن يعني ستيكن دائما كيكون فيه واحد الريسك، مي بعض المرات داك الريسك هذاك كيكون اوبورتونيتي. الهولد اند ايرن كاينه بالنسبه للعمله ديال ديب، وكاينه حتى بالنسبه للعمله ديال سين اللي هي سين فيرس. يعني نتوما غادي تختاروا العمله اللي بغيتو، غير بالنسبه للسين غادي تحط في 26 فيفري حتى 12 مارس، يعني حتى هي 14 اليوم، وحتى هي الانيوال انترست ريت فيها 100%. كان هذا فيديو على الهولد اند ايرن. السلام عليكم.